نظمت مصالح الولاية معارض لبيع الكتاب المدرسي وكل المستلزمات المدرسية اللي تخص التلميذات والتلاميذ تاعنا، أسعار في متناول الجميع لرواد يعني للعائلات اللي تقوم باقتناء هذه المستلزمات المدرسية والكتب المدرسية، ما يعرف جميع أنها مقننة. كما ستعرف الأسبوع القادم فتح يعني عدد من معارض لبيع الكتب على مستوى 5 دوائر على مستوى الولاية، وهذا لتقريب يعني العائلات لاقتناء المستلزمات المدرسية.